من جديد نعاود اللقاء مع الأحبة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج استوديو الرياضة. أهلا بكم. تبدأ مساء اليوم في بغداد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيرا للقائه في مستهل التصفيات المشتركة لبطولتي آسيا وكأس العالم في 5 أيلول أمام نظيره البحريني. ومن المقرر أن يغادر وفد المنتخب إلى العاصمة البحرينية المنامة يوم الاثنين استعدادا لخوض تلك المباراة. في السياق ذاته قرر اتحاد الكرة اعتماد توصية لجنة المنتخبات الوطنية بتسمية المدرب رحيم حميد للعمل ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني. وسينضم حميد للجهاز الفني الذي يقوده المدرب السلوفيني ستريتشكو كاتينيتش في تدريبات الجمعة. يذكر أن المدرب رحيم حميد سبق وأن عمل مع العديد من المدربين الذين تولوا قيادة المنتخب الوطني في البطولات السابقة. في أولى مبارياته ضمن بطولة محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم فاز فريق القوة الجوية على ضيفه السالمية الكويتي يوم أمس 3 أهداف مقابل 1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب كربلاء الدولي. تقدم فريق السالمية الكويتي بهدف مبكر في 8 من المباراة من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب المخضرم مساعد ندى العنزي، لكن فريق القوة الجوية رد ب3 أهداف عبر اللاعبين زاهر ميداني في 45 وابراهيم بايش في 47 وحسين جبار في 60. هذا ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في الكويت في 24 من شهر أيلول الجاري. تواصل منتخبات اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية استعداداتها للمشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان للفترة من 15 إلى 22 من شهر أيلول سبتمبر. ويشارك العراق في 6 فعاليات هي ألعاب القوى والأثقال وتنس الطاولة وكرة السلة بالإضافة إلى البوتشيا وكرة الهدف. ويضم الوفد العراقي الذي يترأسه رئيس اللجنة البارالمبية الدكتور عقيل حميد 98 شخصا بين إداري ولاعب. وكانت الفرق المشاركة قد بدأت الاستعداد مبكرا لغرض تحقيق نتائج إيجابية في هذا المحفل الآسيوي المهم الذي سيشارك فيه قرابة 500 رياضي يمثلون 12 منتخبا عربيا هي العراق والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان واليمن وفلسطين ولبنان وسوريا بالإضافة إلى البلد المضيف الأردن. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع ومواضيع أخرى استضيف من بغداد رئيس اللجنة البارالمبية العراقية الدكتور عقيل حميد. دكتور عقيل أهلا ومرحبا بك في استوديو الرياضة. العراق سيشارك في بطولة غرب آسيا بوفد كبير مثل ما يبدو، كيف تقيم استعدادات منتخبات اللجنة البارالمبية لهذه البطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ حسام وإلى كل مشاهديك الكرام وإلى كادر قناة الحرة الكرام. أهلا ومرحبا. الحقيقة اللجنة البارالمبية بدأت استعداداتها صار أكثر من حوالي 20 يوم، رغم إحنا ما تعرف التدريبات مرتنا مستمرة، لكن الاستعدادات لغرب آسيا باعتبارنا إحنا أبطال غرب آسيا للدورة السابقة راح يشارك العراق ب 69 لاعب، 16 إداري، 9 مدربين، 13 حكم دولي، 2 مصنفين، 2 معالجين، يكون العدد 113 شخص مشاركين في هذه الدورة. تعرف الحفاظ على رمز البطولة اللي أخذناه
قبل سنتين، يعني تحتاج جهد مكثف من المدربين الإداريين الحكام الكادر الفني زائدا الاتحادات زائدا اللجنة البارالمبية. الاستعدادات مستمرة وإن شاء الله نحقق نتائج متميزة. دكتور، بعد النجاح اللي حققتموه في الدورة البارالمبية الآسيوية في إندونيسيا، ما هي المعايير اللي تم على ضوءها اختيار الألعاب الست اللي راح يشاركون بها الرياضيين العراقيين في بطولة غرب آسيا البارالمبية؟ مثل ما تعرف أستاذ حسام، الغرب آسيا يعمم أكثر من 12 فعالية، بس تعرف بطولة غرب آسيا هي مقررة من اللجنة البارالمبية الآسيوية ومقررة من اللجنة البارالمبية الدولية اللي هي IPC. نعم. معتمدة هذه البطولة، لذلك يجب أن تكون ضمن المعايير الدولية. المعايير الدولية تقول يجب أن تكون الشارك على الأقل 4 فرق أو 4 دول بكل فعالية. لذلك نشوف إحنا كانت من المؤمل أن نشارك 7 فرق بما فيها الطائرة، لكن ما اكتمل العدد للدول المشاركة حذفت الطائرة، بقت 6 فعاليات. العراق راح يشارك بهذه 6 فعاليات هي المعتمدة حاليا في غرب آسيا، باعتبار ال 12 دولة يجب أن تشارك من عندها على الأقل 6 فرق. الحمد لله كل الفرق راح تكون مشاركة بهذه 6 فعاليات. يعني هل من الممكن أن تكون هذه البطولة فرصة لإعداد المنتخبات العراقية للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة؟ اللجنة البارالمبية بدأت استعداداتها منذ عام 2018 للتأهيل إلى طوكيو. نعم. يمكن بدون انقطاع اللجنة البارالمبية تعمل. هذه السنة كانت سنة يعني صعبة جدا على اللجنة البارالمبية، باعتبار أنه كل الفرق يجب أن تدخل بطولات التأهيل إلى أولمبياد طوكيو. أولمبياد طوكيو تعرف يحتاج إلى استعدادات كبيرة. نعم. مو سهل أن تأهل لاعبين وتأهل فرق، بعضها الفرق يمكن تحتاج مبالغ ضخمة، خاصة إذا كانت في أمريكا الجنوبية أو في اليابان مثل ما صار برفع الأثقال. نعم. وبعض الفعاليات المبارزة أعتقد عملية كانت صعبة بالنسبة للمشاركاتنا. لذلك هذه السنة كانت استعداداتنا كلها منصبة حول أولمبياد طوكيو وتأهيل لاعبين إلى طوكيو. يمكن لحد الآن إحنا رفع الأثقال انحسم الموضوع، إن شاء الله ألعاب القوى انحسم، المبارزة انحسم، بقى عندنا بعض الفرق. الطائرة لم تحسم لحد الآن للشهر الواحد منتظرين. بالنسبة للفرق المتبقية أعتقد عندنا القوس والسهم، عندنا الرماية، عندنا السباحة، لا زالت تنس الطاولة لا زالت عندها بطولات تأهيل حتى نقدر نعرف ايش قد راح يتأهلون من لاعبين. لكن على العموم ال4 فرق ظني تقريبا تأهلا. وشنو النتائج؟ غرب آسيا اي غرب آسيا هي جزء من هذا التأهيل، تعرف هذا تخدمنا انه ندخل بطولة غرب آسيا. تعرف استعدادات تكون الفرق تكون متكاملة، خاصة وإذا أكو معسكرات مستمرة. إحنا نتمنى إنه هذه فرصة للاعبين اللي ما تأهلوا حتى تكون لهم فرصة أن يكونون على كامل اللياقة البدنية، الاستعدادات للبطولات القادمة اللي راح تكون من السلة، راح تكون في تايلاند، ألعاب القوى راح تكون بطولة العالم في دبي اللي هي آخر محطة للتأهيل. أعتقد هاي فرصة. نعم، وهي فرصة إن أيضا دكتور عقيل نبتعد شوية عن كرة القدم ويعني إرهاصاتها ومشاكلها، كرة القدم اللي أكلت الأخضر واليابس بالنسبة للألعاب العراقية الأخرى، وأنتم منجم للذهب. أنا كنت معكم في إندونيسيا وشفت يعني النجاحات اللي تحققت والإرادة الصلبة اللي هؤلاء أصحاب الهمم، هؤلاء الأبطال اللي برغم كل المعاناة، برغم يعني ظروفهم الجسدية الصعبة، تفوقوا على أنفسهم وحققوا الكثير. ما النتائج اللي تتوقعوها للمنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا دكتور عقيل؟ احنا قاعد نستعد على أساس انه نحصل على بطولة غرب آسيا للمجموعة الفرق الستة، باعتبار احنا أبطال غرب آسيا للدورة السابقة. نريد نحافظ على هذا الإنجاز، وليس العملية سهلة، لأن تعرف الفرق الأردنية زجت أكثر من بألعاب القوى وبرفع الأثقال أكثر من 60 لاعب. تعرف احنا ما عندنا هاي القابلية أن نزج لاعبين أكثر من هذا العدد. تعرف المبالغ اللي ندفعها يمكن يوميا $110 للمشاركة اللاعب. بس على العموم احنا حاسبين النتائج، راح يكون التنافس شديد بيننا وبين الاردن باعتبار زجوا لاعبين كثير خاصه بالعاب القوى، لكن نتمنى انه نطلع حصيله المجموع العام ان نكون غرب اسيا باسم العراق مثل ما كانت. دكتور تقول 110 يوميا الكلفه مو هوايه؟
يعني ما يوقعون الجماعه شويه؟ استاذ حسام هي المشكله اصبحت ماديه يعني هاي بكل دول العالم ماديه. يعني يقول لك انا ادفع فلوس حكم، ادفع فلوس ملاعب، ادفع فلوس اداريين، ادفع فلوس فنادق، ادفع اطعام. تعرف الشغله كلها تحولت الى عمليات استثماريه، فعمليه صعبه. يمكن صارت نقاشات طويله بها، خاصه باجتماع اللجنه البارالمبيه الاسيويه الاخيره اللي كانت في دبي. نعم. في ابو ظبي يمكن طرحنا هذا الموضوع، لكن تعرف اللي احنا نطرح شيء بس من تجي على ارض الواقع يمكن تحول ملف غرب اسيا. اعتقد راح يكون العراق مستضيف لدوره الغرب اسيا، للدوره الثالثه راح تكون بالعراق وتحول الملف للعراق. بعدنا راح يصير نقاش مع السيد معالي وزير الشباب والرياضه. نعم. وراح نشوف اذا العراق قادر ان يستضيف هكذا بطولات. تعرف بحدود 600 رياضي راح يشارك. فالدعم اللوجستي مطلوب خاصه. أكيد. بالنسبه هكذا فعاليات. نعم. وراح نفس الحاله تكون يمكن الفنادق احنا بالنسبه لنا راح تكون اغلى من موجود بدول في الخليج. نعم. او في دول الجوار. اعتقد احنا راح تكون اغلى الفنادق، لذلك تكون مبالغ اكبر. احنا نتمنى انه البطولات اللي تكون عندنا تكون مدعومه من الدوله العراقيه حتى تكون عمليه اسهل. طيب يعني انتم هسه شلون وضعكم المادي؟ ميزانيتكم كانت لكم ميزانيه خاصه، هل لا زالت هذه الميزانيه شويه اموركم زينه لو بعدها مضنوكه يعني؟ والله شوف استاذ حسام، من 2014 لغاية اليوم بدينا نعاني. يعني المشكلة كانت داعش. نعم. وكانت القتال وكنا نعذر الدولة العراقية. نعم. انقرت الميزانية وخلصت داعش وصار أكثر من 3 سنوات، لكن للأسف وزارة المالية لحد الآن تستقطع 40% من الميزانية المقررة من مجلس النواب العراقي. يمكن آخر مرة الأخ عباس عليوي مشكور رئيس لجنة الرياضة والشباب. نعم. ساعدنا نيابي، حاول أن يطلق ميزانيتنا باعتبار أنه هذه السنة هي بطولة التأهيل الأولمبياد. لذلك أرسل كتاب رسمي، فاتحنا احنا مجلس النواب العراقي، فاتح وزارة المالية أنه إطلاق ميزانية اللجنة البارالمبية كاملة. الجواب إجا سلبي من وزارة المالية أنه عدم وجود سيولة مالية، لذلك يقول عدم وجود سيوله ماليه. ليش الماليه؟ ما شاء الله يعني النفط قاعد يمشي سايديا الحمد لله والشكر، يعني الامور زينه يمشي سايديا للسيدات. المهم قاعد يستقطعون 40% من ميزانيتنا. حرام. تعرف انت ميزانيه مقروره من مجلس النواب يستقطعون معدها 40%. حاليا بدينا رجعنا نقلص الفرق الرياضيه اللي تشارك بالتاهيل الاولمبياد. نعم. عمليه صعبه يعني، مو سهله يعني، كل صعبه. والله انا اتمنى من الجهات المسؤوله يعني البرلمان مجلس الوزراء ايضا ياخذون هذا الامر بنظر الاعتبار، لانه كشريحه أصحاب الهمم يراد لهم اهتمام خاص ورعاية خاصة، بالإضافة إلى الاستحقاقات اللي أنتم راح تشاركون بها بالبطولات يعني القارية والبطولات الدولية، ومنها هذه البطولة والاستعداد أيضا لأولمبياد بارالمبياد طوكيو. دكتور عقيل خلي نروح الفاصل وبعده نكمل مشوارنا في هذه الحلقة. إذن أعزائي المشاهدين فاصل ونعود لتكملة المشوار، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، والجزء الثاني من هذه الحلقة من استوديو الرياضة. بعد أن أحرزت العديد من الألقاب تتطلع نجمة لعبة تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة اللاعبة نجلاء عماد، والتي مثلت العراق في 8 بطولات خارجية أحرزت خلالها العديد من الميداليات الذهبية والفضية، تتطلع للحصول على أطراف صناعية عوضا عن أطرافها التي فقدتها خلال إحدى التفجيرات الإرهابية. نجلاء المبتسمة على الدوام مع فقدانها لساقيها الاثنتين ويدها اليمنى بانفجار ناسفة قبل سنوات، لم تعرف اليأس وتمكنت من تعويض ما فقدته عبر تألقها في المجال الرياضي. البداية بهذا المنزل المتواضع في حي التحرير،
تتمرن يوميا بمساعدة الأهل حتى بلغت المنتخب الوطني بلعبة تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكنت من تمثيل العراق في 8 بطولات خارجية أحرزت خلالها العديد من الميداليات الذهبية والفضية، بينها بطولة الصين بعد الفوز على لاعبة كورية هي الخامسة عالمياً. سافرت 8 بطولات، أول بطولة بالأردن ونوب مصر كان عندنا معسكر، وشاركت ببطولة الإمارات دولية حصلت على المركز الثاني 2017، وب 2018 سافرت تايلاند حصلت على المركز الثالث، وسافرت للأردن حصلت على المركز الثاني، ومصر مركز ثاني فضة، وشاركت ببطولة بالصين حصلت على المركز الثاني، وبتايلاند مركز أول. ورغم تألق لاعبات ديالى والمنتخب الوطني في البطولات الدولية مثل ما فعلت نجلاء بكرة الطاولة وحنان ماجد برفع الأثقال، لكن الدعم الحكومي كان غائبا تماما، فنجلاء التي حصدت مختلف البطولات التي شاركت فيها لم تسمع كلمة ثناء من مسؤول حكومي، كما أنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على أطراف صناعية بدلاً من التي تستخدمها ذات النوعية الرديئة. بكل صراحة يعني ماكو أي دعم لا معنوي ولا مادي بجانب هذين اللاعبات أو باقي اللاعبين، فإحنا نطالب يعني من خلال قناتكم الموقرة الحرة أن يعني يهتمون بذني اللاعبين وذني اللاعبات، ذني يعني اسم من الأسماء راح يصيرون اسم من أسماء اللجنة الفرعية في ديالة تمثل ديالة في محافل دولية عالمية. أنا طالبهم يعني أطرافي يعني كلش صعبات يعني قال علي من نوقف حتى إذا أظل واقف عليهن يقومين فرقتهم. في أغلب بقاع المعمورة يحظى المبدعون برعاية حكومية بالغة الأهمية، لكن نجلاء التي حصدت مختلف البطولات للعراق لم تلقى إلا الإهمال الحكومي حتى الآن. هذه العنبقية الحرة ديالى. من جديد أعزائي المشاهدين، ورحب بضيفي من بغداد رئيس اللجنة البارالمبية العراقية الدكتور عقيل الحميد. دكتور، قصة مؤثرة قصة اللاعبة نجلاء، يعني هي مزيج من الحزن ومزيج من الفرح اللي شفته، يعني اللي قاعد يصير انه اشبه بالاعجاز هذه الانسانه التي فقدت ساقيها وقاعد تحصل هالنجاحات وهالميداليات، يعني برغم كل هذا انه تحقق انجازات كبيره للبلد، يعني ايش وقت راح نشوف الاهتمام المطلوب رسميا بمثل هذه القصص الجميله المشرقه؟ وانا اعرف انت من ربعك من حصده والذهب والفضه، انت رحت لوزير الشباب تقول احنا ما نريد لا فلوس ولا تكريم، اعرف عزه النفس والاباء اللي عندكم، بس يعني هم حق لذول الرياضيين يا اخي. يمكن راح تتفاجئ انه احنا نعول على نجلاء ان تحصل على وسام في اولمبياد طوكيو ان شاء الله. يمكن هاي اللاعبه صدفه انه باحد البطولات العراق قبل 4 سنوات شاهدناها، يمكن انا اللي جبرت الاتحاد ان قبل ما يجي الاخ سمير وجدت بهاي اللاعبه انه هذه عمرها 8 سنوات ونافست لاعبه المنتخب الوطني نقطه بنقطه ويمكن اخذت من عندها شوطين بطل. فاستغربت من انه هاي اللاعبه ما ساحبيها، فقلت لهم سحبوها، فسحبوها. هاي اللاعبه صار عندها نوع من الاصرار، صار لها 4 سنوات هسه عمرها 12 سنه ممتاز 12 سنه بس، لكن مستواها بدا يتطور بشكل سريع جدا، بدات تنافس بطلات العالم اعتقد، وتحولت الى فئه 6 حولها استاذ سمير الكردي. نعم. يمكن اجى طرح الموضوع قال لي تحياتنا للاستاذ سمير على فئة 6 رجل مكافح، التحيه الى الاخ سمير. نعم. فقال لي اذا حولت على فئه 6 ويا زينب ممكن ننافس باولمبياد طوكيو على المركز الثالث او الثاني او الاول. فبدينا نشتغل بهالطريقه. تعرف بالعراق موجوده الاطراف الصناعيه، هي اطراف يمكن رديئه جدا رديئه ويمكن قديمه، يعني دائما تجينا الشيء القديم، لذلك احنا هذا الموجود بالعراق. نعم. فوديناها على مركز الاطراف، سووا لها اطراف، لكن الاطراف ما تفي بالغرض. تعرف احنا ما عندنا المواد اللي نصنع بها هذه الاطراف من الخارج، ما لكن ممكن، عندنا مشروع انه
لا احنا عندنا مشروع، مشروع على اساس بعد افتتاح ان شاء الله البنايه اللجنه البارالمبيه خلال نهايه هذا الشهر. نعم. راح تكون من ضمنها ورشه بداخل اللجنه البارالمبيه لصناعه الاطراف والكراسي، وهذا اعتقد تفيد الرياضيين خاصه الرياضيين اللي نعول عليهم الذروه. راح نجيب مواد احنا، ويمكن عندنا احنا الموجودين الكادر اللي يعملون الاطراف، راح نعمل اطراف دوليه. نعم. وراح نسويها بداخل اللجنه البارالمبيه. اعتقد هذا المشروع راح يكون ناجح بالنسبه للرياضه خاصه لاعبين الذروه، لان اذا اعتمدنا اعتماد كلي على الدوله ما راح نوصل النتيجة. صحيح. يمكن راح تكون كتابنا وكتابكم اشهر. تمام. وراح تروح علينا البطولات كلها. اعتقد صعبه العمليه، صعبه. احنا نتمنى انه تنال هذه اللاعبه، هذه النجمه الرائعه، الاهتمام المطلوب، وتحصل لها الاطراف اللي تريدها، وتبدع اكثر واكثر. وابداعها يذكرنا ايضا بقصه جراح نجم العاب القوى، هذا البطل الرائع اللي حقق العديد من الميداليات الذهبيه والفضيه للعراق، نصار جراح. يعني تالق وتالق، وان شاء الله نريد من عنده انه المزيد في بطوله غرب اسيا. خلينا نشوف هذا الفيديو القصير له. استاذ عقيل، هاي فرحه نصار جراح وانت كنت وياه والكل في اندونيسيا بعد ما احرز الذهب، ان شاء الله تتكرر هاي، نشوفها بعمان وبطوكيو ان شاء الله. ان شاء الله احنا ما نعول على عمان، احنا نعول ان شاء الله على طوكيو. استعداداتنا بدت بشكل مكثف جدا لطوكيو. نتمنى انه هذا التعب وهذا الجهد اللي 4 سنوات والسنه هاي الاخيره اللي جهد استثنائي ان نوصل لطوكيو وعندنا نتائج متميزه. نتمنى انه تعرف العمليه مو سهله، راح تشارك 178 دوله يعني وذروه العالم. نتمنى ان نوصل وعندنا نتائج. استاذ عقيل، استاذ عقيل بنص دقيقه، بنص دقيقه، القريه الاولمبيه، هناك قريه اولمبيه للالعاب ذوي الاحتياجات، بسرعه الله يخليك، وقتي ياخذني. استاذ حسام، صارت اتصالات مع الاخ محافظ البصره، مع مجلس محافظه البصره، صار اتفاق انه يساعدونا في بناء مدينه رياضيه بداخل البصره. نعم. ويمكن انا بعد يومين ان شاء الله، يوم الاثنين راح اكون بالبصره لهذا الموضوع. صار اتصال انا والاخ محافظ البصرة، مشكور مجلس المحافظة، مشكور محافظ البصرة. راح تكون قرية بارالمبية متكاملة، واحنا نتمنى لكم أيضا على مساحة 15 دونم نتمنى. نعم. وهذا من تنمية الأقاليم كلها من محافظة البصرة. إن شاء الله نتمنى لكم كبير من النجاح العراقية والتوفيق في هذه القرية، في استعداداتكم في بطولة غرب آسيا واستعداداتكم طوكيو، وإن شاء الله موعدنا وياكم على الذهب والانتصارات الكبيرة. من بغداد الدكتور عقيل حميد، رئيس لجنة البارالمبية الوطنية العراقية، شكرا جزيلا، والتقيك إن شاء الله في مرات مقبلة. شكرا لك أستاذ حسام، وإلى مشاهديك الكرام. شكرا جزيلا. وقبل أن نودعكم أعزائي المشاهدين، أترككم مع هذه الباقة من الأهداف الجميلة التي شهدتها ملاعب الكرة خلال الأيام الماضية، آملين أن تنال رضاكم. هذا اللاعب اللي قبل زوجته انه بعد هاي القبله الغوا هذا الهدف لسوء حظه.
في ختام هذه الحلقة لكم مني ومن أسرة البرنامج المخرج إيمان محمود والمنفذ محمد حسين وهاشم العفاري في المونتاج الإلكتروني أجمل تحية. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. في أمان الله.